مش هاجي وانت لاقي شغف كل مكان حواليك وفي قلبك. النهارده منذ الصباح الباكر وامطار غزيره تضرب محافظه الشرقيه، الامطار بتاعته لو تتساقط على محافظه الشرقيه يمكن على الجمهوريه كلها، مش محافظه الشرقيه بس، ولكن الامطار بدات ان هي تبقى غزيره وتهطل بالتحديد وبكثافه على محافظه الشرقيه منذ الصباح الباكر. منذ الساعات الاولى في صباح اليوم الامطار بدات تزيد وتتزايد على محافظة الشرقية، السحابة مغطية كل مكان في محافظة الشرقية. يمكن زي ما انتم شايفين الجو ملبد بالغيوم والأمطار بتتزايد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم. حالة الطقس غير جيدة، يمكن الشمس موجودة بس برضو الأمطار بتتزايد تهطل، الشوارع كلها فاضية، حتى الناس اللي هي مش هنم على المطر هي برضه ماشيه في الشارع. الامطار بتسقط بغزاره على محافظه الشرقيه. يمكن دي ساعه استجابه واجابه ايضا معانا في هذه الساعه. اللهم صل على نبينا يا رب العالمين، اللهم صل على نبينا يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. يمكن الشوارع الحركه فيها قليله جدا زي ما انتم شايفين، الناس دلوقتي خلاص كله بيجري على البيوت عشان خاطر يحتمي من الامطار تضرب المحافظه. يمكن الامطار بتتزايد منذ الساعات الاولى من صباح اليوم زي ما انتم شايفين. سبحان الله الشمس يمكن مش مشرقه بكامل كثافتها، لكن الشمس موجودة والأمطار بتنزل، الشمس موجودة مرتفعة، السحب والأمطار بتنزل وبتتساقط. يمكن الأمطار ما منعتش الناس إن هي تمارس عملها وتمارس مهام يومها العادي وتمارس مهام يومها اللي هو يوم الجمعة اللي هو يعتبر عطلة في جميع أنحاء الجمهورية، ولكن في بعض الناس بتروح شغلها، في بعض الناس بتشتغل وبتسعى على اكل عيشها، خرجت في وسط الامطار زي ما انتم شايفين. لكن الاجواء بتتحسن سنه، لكن الامطار ما وقفتش، يعني الاجواء بتتحسن حبه بحبه، لكن الامطار زي ما انتم شايفين بتسقط بغزاره وبكثافه على محافظه الشرقيه اللي ما كانتش على مستوى الجمهوريه. يعني على مستوى الجمهوريه في امطار غزيره وموجه مطر تضرب جمهورية مصر العربية، مش من النهارده بس أو من الساعات الأولى بس، لكن الموجة مستمرة من 3 أيام. النهارده تقريبا اليوم الرابع فيها لهيئة الأعصاب تحذر من الخروج في هذه التوقيتات. هيئة الأعصاب تحذر بسقوط أمطار غزيرة وبكثافة، كما كمان لهيئة الطرق وعي إخواتنا وأهلنا وزوينا المسافرين على الطريق إنهم يتوخوا الحذر وهم سايقين عشان خاطر الامطار دي. بس زي ما انتم شايفين كده الامطار بتكسو الطرق ساعي تامه، الامطار بتكسو الطرق وبتغطي جميع انحاء محافظه الشرقيه اللي ما كانتش بتغطي جميع انحاء الجمهوريه. زي ما تابعنا معاكم الامطار كانت في اسكندريه وفي القاهره، محافظات كتيره ومحافظات عديده جمهوريه مصر العربيه، الموجه مستمره، موجة الأمطار الغزيرة مستمرة على جمهورية مصر العربية، يعني محافظة الشرقية بالتحديد الأمطار فيها بغزارة وبكثافة. الأمطار ما وقفتش من الساعات الأولى من صباح اليوم زي ما أنتم شايفين يا جماعة. ادعوا معانا لعلها ساعة إجابة واستجابة. اللهم صل على نافعنا يا رب العالمين، اللهم صل على نافعنا يا رب العالمين، اللهم صل على نافعنا يا رب العالمين. كثير من الدعاء في هذه اللحظة فهي ساعات من ساعات الاستجابة. أمطار تسقط بغزارة، سبحان الله الشمس موجودة، يعني الشمس موجودة يا جماعة، الشمس موجودة يا جماعة، لكن الأمطار أقوى بكتير من الشمس، الأمطار أقوى بكتير من سطوع الشمس. الشمس ما قدرتش إن هي في المطر، الأمطار بتتساقط بغزارة، الأمطار بتتساقط بغزارة. لعلها تكون ساعة إجابة استجابة يا رب العالمين،
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا رب العالمين، ارددوا واكثروا من الدعاء، اللهم صيدا نافعا يا رب العالمين، اللهم صيدا نافعا يا رب العالمين. يمكن زي ما انتم شايفين سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الشمس طالعه وماسكه في نفس الوقت في غيوم في اماكن محدده، والامطار ما وقفتش، الامطار تساقط وبغزاره وبغزاره على محافظه الشرقيه. ارجوكم توخوا الحذر، اخواتنا المسافرين على الطرق توخوا الحذر، لان الطرق زي ما انتم شايفين دلوقتي كلها مليئه بالامطار ومنبذه بالغيوم. كانت الشمس طالعه في بعض الاماكن لكن الامطار ما بطلتش، الامطار ما وقفتش لحظه، الامطار بتتساقط، اجواء شتويه دافئه ممطره للغايه، اجواء شتويه جميله جامده بالنسبه للناس عشاء المطر عشاء السحاب، الناس اللي بتحب المطر يدعوا معانا، اللهم صيدا نافعا يا رب العالمين، اللهم صيدا نافعا يا رب العالمين. يمكن الناس زي ما انتم شايفين كل واحد اللي رايح يزور كده، وده زهور قوس قزح سبحان الله، يعني زهور قوس قزح على محافظة الشرقية وداخل محافظة الشرقية، ده بيدل على كثافة المطر وإن المطر شغال وإن المطر مستمر، إن الشمس بتطلع تنزل زي ما انتم شايفين الله على المنظر البديع، زهور قوس قزح داخل محافظة الشرقية، منظر جميل وبديع. شايفين احنا بنشوفه، يمكن المطر ما وقفش لحظه واحنا بنتكلم مع بعض، المطر ما وقفش لحظه واحنا بنتكلم مع بعض، الشمس طلعت والمطر شغال ومستمر، المطر شغال ومستمر، والقزح بدا يظهر اهو زي ما انتم شايفين كده. بدأت تهدى شوية، بدأت تخف شوية، الشمس بدأت تطلع كمان، الشمس بدأت تطلع، ولكن تظل أجواء ممطرة، لكن تظل الأجواء ممطرة، الجو مش مشمس بالدرجة الكافية، لكن بتظل الدنيا ممطرة لسه الأمطار تسقط وتساقط، ما كانش الكثافه دلوقتي، هي دلوقتي قلت خلاص ظهور قوس قزح بدا يطلع، ولكن الساعات اللي جايه ايه الاقصاد حظ امطار وموجة امطار تضرب البلاد، موجة مطر شديد جدا تضرب البلاد، بنوخي الحذر وبننبه وبنوعي اخواتنا المسافرين على الطرق والسائقين على الطرق انهم يتوخوا الحذر بالنسبه لهذه الاجواء عشان خاطر حفاظا على سلامتهم وحفاظا على سلامتهم وسلامه زويهم. يعني لسه الامطار تسقط تقريبا غروب الشمس مره ثانيه سبحان الله، الشمس بتمطر قوس قزح بعد ما كان بدا يظهر يكسو ويغطي سماء محافظة الشرقية، قوس قزح بدا يختفي، دي كانت تغطيتنا، خلينا متابعين معاكم وخلينا متابعين معاكم حالات الجو والأقصاد والجو ممطر وملبد بالغيوم، متابعين معاكم وشاهدين هذه الشراوة في كل مكان،
لسه متابعين معاكم، لسه مكملين معاكم، انتظرونا في تغطية مستمرة على مدار اليوم.